شرف في جريمة قتل النساء. لا شرف في جريمة قتل النساء. لا شرف في جريمة قتل النساء. يعني لازم يوقفون، يعني عدة بسيط صار عندهم الكتل، يعني قتلوها خنقاً أو سكينة أو كل شيء سهل صار عندهم. فنتمنى من القانون إنه يوقف مادة 409 أو الغاها، أو يشوفون حل لهم، يعني يوقفون قتل النساء، هواية ضحايا صارت عندنا. طيبة إنسانة مشهورة ومعروفة على السوشيال ميديا، فكيفما أنه كثير من النساء لأنه ما لهم صوت ولا لهم أي شخص ممكن يوصل صوتهم، فإحنا هنا صوت النساء المظلومات اللي ما لهم أي صوت، الضحايا. هناك الكثير بالمئات والعشرات مثل طيبة اللي ينقتلون بداعي الشرف وغسل العار. كثير من الحالات الممعلن عنها واللي يتم الإفصاح عنها أن حالات انتحار هي حالات قتل بداعي الشرف بدون تحقيق، بدون أي دليل وأدلة جنائية.